عاوتاني كيتكرر المشهد اللي دائما ولا يعني معروف عندنا وهو هذا النوع ديال البراكاج. كما كتشوفوا هادو اللي هما كنسموه حنا بعض سائقين سيارات الاجره اللي كيتصرفوا واحد التصرف اللي هو غير قانوني، انهم كيمشيو كيحاصروا السياره وكيحيدوا لها الساروت وكيهبطوا الاجانب ماشي حدا المحطه ديالهم. كون حدا المحطه ما كاينش مشكل، راتبعوا السيد لان الزبائن ولاو هما باغيين يركبوا في هذا النوع ديال التطبيقات وكيبعدوا عليهم. ها المحطة ديالهم بعدوا عليهم وقطعوا الشانطي ومشاو عند السيارة اللي كانت كتنظر اللي كانت كتسناهم لهيه، فهما جاو كيجريو وتبعوا الأجانب وتلاحوا على السيد، دوروا ليه الكونتاك، حيدوا ليه الساروت. وهذه المسائل راه حنا كنقولوا دائما إلا ما تدخلوش المسؤولين وداروا التقنين لهذا النوع ديال التطبيقات راه شي نهار غتوقع شي كارثة، لأن هذا الشيء هذا راه غادي وكيتزاد. واليوم راه حنا كنشوفوا مدينه الدار البيضاء راه ولات كتشهد هذا النوع ديال هذا البراكاج بهذا النوع هذا، والحمد لله ها يعني الزبائن موجودين تقريبا الدار البيضاء كل عامره بالناس باغيين الطاكسيات، وهاد الناس هذو اللي هما اقليه اللي كيجيو لهنا اللي كار وكيديروا هذه المشاكل وبعدهم في بعض الاوتيلات. حنا كنعرفوا بان اغلبيه سيارات الاجره اغلبيه نقدر نقول لك 95% ديال سيارات الاجره في مدينه الدار البيضاء خدامين بخير وعلى خير وما عندهمش مشاكل مع هذا النوع ديال التطبيقات الا البعض. وهذوك البعض حنا دائما كنعرفوهم شكون هما، راه كيكونوا فيهم بعض المعلمين شكاره، بعض الناس ديال المصلحه الخاصه. شكون هما المصلحه الخاصه؟ هذوك اللي كيبغيو شي نهار ينيغوسيو مع الشركه يريحوا معها اطابل باش دير لهم واحد الصالير باش ما يبقاوش يبراكيو. انا كنقول الى هاد الناس يوم هاد الغيره حتى لهاد الدرجه، راه كاينين اماكن فيها هاد الخطافه ديال بصح، راه كاينين جهه 81، كاينين حدا الحي الحسني، كاين جميع المناطق وتما يبينوا شرعنه اليد الا كانوا قادين. ولكن تما هذوك راه ما غاديش يتفاهموا معاهم، هذوك الناس كيحقروا على هذا النوع ديال التطبيقات. فكنتمنى من الاجهزه الامنيه من السلطات من المسؤولين يديروا التقنين في اقرب وقت، لان هذا الشيء غادي وكيكثر. مره اخرى عاوتاني كنشاهد واحد العمليه ديال الاستدراج ونصب الكامين فالاخ يعني ما عنده لا زبون لا حتى شي حاجه، كيتعرض لواحد المجموعه ديال المضايقات من اصحاب بعض اصحاب سيارات سائق سيارات الاجره هنا في كازابور مدينه الدار البيضاء. الان راه الاخوه الاخ مشى للدائره ومعاه السيد اللي ضربه لانه كيقول بانه تعرض للضرب والسب والشتم، فحاليا الاخوان جاوا التحقوا بالزميل ديالهم وفي انتظار نشوفوا على مستوى الدائره شنو غادي يتم القرار اللي غياخذوا. كان معاه شي زبون؟ لا ما كانش معاه زبون، ما كانش معاه زبون، غير مجرد شافوه مشاو داروا به التحقوا به وبراكاه وقال لك لا هذا راه كيدير التطبيقات هو ما عنده لا زبون. دابا حنا السؤال المطروح واللي كنكرروا مرارا وتكرارا، فهاد الناس اش من صفه عندهم انهم كيلتجؤوا بحال هاد السلوكيات الغير مشروعه؟ واش هاد الناس ولاو كيمثلوا الامن؟ واش الامن عطاهم شي صفه وحنا ما في خبارناش؟ يعني بغينا شي توضيح من عند السلطات الامنيه، هاد الناس هاد الصفه اللي كيمارسوا بها هاد السلوك ما هي؟ اشنو هي هاد الصفه؟ حنا كندوا بهاد الشيء وكنقولوا كافه من بحال هاد السلوكيات وما يعني رحنا عينا. الدولة راه تأخرت في أنها توضع واحد الإطار، واحد القانون إطاري اللي واحد القانون اللي أطر هذا النوع ديال النقل الجديد. فكنظن أنه ديما كنقولوا راه حال الوقت، لأن الفراغ القانوني كيستغلوه بعض الفئات اللي كيمارسوا بحال هذه السلوكيات.